Cairo, Ali Meher gives hosts Egypt the lead against Namibia in the second round of African Zone qualifying matches for the 1998 World Cup. حتى على الباك انما احنا هنقول علي ماهر بعد 15 دقيقه من الشوط الاول 3-0. وادي احمد حسن اهو وش رجله عن شوط الرجال طلع في الليمون تخبط وبقى حازم ويعدي حازم ويلعبها حلوه وبدماغه جميله حلوه 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 من احمد حسن. يا سلام هدف ملعوب من حازم وضربه راس هدف جميل جدا جدا اهو ملعوب المساحه الفاضيه من احمد حسن لحازم عشان ياخدها مره ثانيه اهو في الدقيقه 11 اهو. شوف الجمال بتاع اللعبه والحرفنه بتاعت حازم انه لعبها له حلوه وهو استقبلها احلى زي ما حضرتك شايفين. 2-0 طارق مصطفى احمد حسن صبري شوف كم واحد بيتعامل مع الكوره كويس اهو تروح لاحمد وبيشرب حلوه حلوه جول جول جول. هي لا بتلعب الكوره وراح وبيودي كوره في النهايه للسايد و 3-1 عرفت 3-1 مش بقول لحضراتكم النهارده ما عندهمش حاجه يقفوا عليها والراجل رقم 3 من الاول علي يعدي من حوالين حرام ابراهيم ويحرز ابراهيم الهدف الرابع. لعبها لمحمد يوسف يرقص محمد ويلف كره عرضيه حلوه قوي ممكن جول وجول علي ماهر هاتريك. The onslaught doesn't stop there. Hossam Hassan chips in with the sixth with 17 minutes remaining before scoring his second to complete the rout in the World Cup qualifying news. FIFA orders Scotland to replay their match against Estonia following the hosts' no-show for the original tie in October.
وداخل علي ماهر ويتابع ويحطها جوه الجول. اللي هو اللي حطها للباك انما احنا هنقول علي ماهر بعد 15 دقيقه من الشوط الاول 3-0. وادي احمد حسن اهو وش رجله، هنشوف بالظبط طلع في الليمون تخبط وتخبط في رجل علي ماهر فيها شويه لا بتلعب الكوره ولحق وجول شوط ثاني نبيل السيد و 3-1. مش بقول لحضراتكم النهارده ما عندهمش حاجه يقوا عليها، والراجل رقم 3 من الاول وعلى خط واحد مع ابراهيم هناك فعلا لانزمان صح ورقص شبير رقم 3 هيلفت بتصبح النتيجه 3-1 وتتلاقي لعلي تعدي من حوالين حوالين ابراهيم يحرز ابراهيم الهدف الرابع لماهر. دخل علي وجله ودخل حسام ولعبها قصيره لابراهيم اللي احرز الهدف الرابع. حلو قوي ممكن جول وجول علي ماهر هاتريك علي ماهر هاتريك علي ماهر هاتريك خطف الاضواء النهارده علي ماهر وليهم حق الجماهير ويطلع لهم النهارده 3 اهداف 5-1 في الدقيقه 25 يحرز علي ماهر الهدف الخامس لمصر والثالث ليه النهارده علي ماهر. في تداول 20 دقيقه من الشوط الثاني تتقدم مصر بهدف جميل زي ما حضراتكم شايفين يحرزه علي ماهر اهو في الزاويه البعيده لفيلمون احرز حسام حسن في الدقيقه 27 من الشوط الثاني الهدف السادس لمصر والاول لحسام. يبقى الدور على حازم، هنشوف يبقى كده اكتمل الثلاثي اذا حازم امام احرز هدف هيبقى الثلاثي صراحه حسام وحسن وعلي ماهر احرزوا هدف. الكوره ملعوبه حلوه قوي من طارق مصطفى لحسام وركنها حسام حلو قوي الصراحه ركنها حلو قوي قوي زي ما حضراتكم شايفين 6-1 وجول جميل جدا 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 جول حلو 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 حسام حسن جول جميل 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 لعب حسام لنفسه. ومش بقول لحضراتكم النهارده التنافس شديد ما بين اللاعبين ويعدي حازم ويلعبها حلوه وبدماغه جميله حلوه 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 من احمد حسن. يا سلام هدف ملعوب من حازم وضربه راس جميله جدا جدا من احمد حسن. مش بقول لحضراتكم ان احنا ممكن النهارده نستمتع بمباراه كويسه لان الهدف الاولاني خلاص فتح خط الظهر وعند وتشكيل الفريق دي مجموعه لعيبه بيقدروا يمسكوا الكوره ويقدروا يتعاملوا معاها كويس جدا واهو ادي اول تعامل من حازم وادي ثاني تعامل جميل وضربه راس زي الشومه على شمال تيلمون وتتقدم مصر تقريبا بعد مضي 11 دقيقه بهدف جميل جدا جدا اهو ملعوب في المساحه الفاضيه من احمد حسن لحازم عشان ناخدها مره ثانيه اهو في الدقيقه 11 اهو تشوف الجمال بتاع اللعبه والحرفنه بتاعه حازم انه لعبها له حلوه وهو استقبلها احلى زي ما حضراتكم شايفين 2-0 احمد حسن. طارق مصطفى احمد حسن صبري شوف كم واحد بيتعامل مع الكوره كويس اهو تروح لاحمد وبيش رجله حلوه حلوه جول جول جول. الهدف الثالث لعبها لمحمد يوسف يرقص محمد ويلف كوره عرضيه حلوه قوي ممكن جول وجول علي ماهر هاتريك علي ماهر. Cairo Ali Maher gives hosts Egypt the lead against Namibia in the second round of African Zone qualifying matches for the 1998 World Cup finals in France. The Egyptians extend their advantage in the 11th minute, courtesy of Ahmad Hassan. Maher's second and Egypt's third follow soon after before Elifous Chivute reduces the arrears in the 25th minute. Egypt, who qualified for Italia 90, make it 4-1 before the break. 25 minutes into the second half, Maher completes his hat-trick, 5-1.
The onslaught doesn't stop there. Hossam Hassan chips in with the sixth with 17 minutes remaining before scoring his second to complete the rout in the 84th minute. In other World Cup qualifying news, FIFA orders Scotland to replay their match against Estonia following the host's no-show for the original tie in October.